إذا لمناقشة أزمة الكهرباء المترتبة عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، ينضم إلينا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أستاذ فرانكو، مرحبا بكم. مؤسسة كهرباء لبنان تقول أن الكهرباء انقطعت عن غالبية الأراضي اللبنانية، وذلك بعد توقف معمل الزهراني عن توليد الطاقة. ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، ومن يتحمل هذه المسؤولية أستاذ فرانكو؟ بداية تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني السبب المباشر اليوم في توقف معمل الزهراني عن إنتاج الكهرباء أن الشركة المسؤولة عن تشغيل هذا هذه المحطة قد أوقفت العمل بسبب أن الدولة اللبنانية تدين لها بما يقارب 75 مليون دولار، وهي قد طالبت الدولة اللبنانية بتحصيل بدفع المال، ولكن الدولة اللبنانية وكما نعلم جميعا مفلسة ولا تملك من الدولارات إلا القليل. هذا في السبب المباشر اليوم. أما السبب يعني الأسباب فهي كثيرة التي أوصلت الأمور إلى هذا المنحدر الزلق، بأن الدولة اللبنانية وعبر سياسات تمتد لأكثر من 20 سنة، وعبر ايضا وزراء كانوا محسوبين على 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 لون سياسي واحد وهم يتبعون لتيار جبران باسيل صار رئيس الجمهوريه، هم من تعاقبوا على تولي وزاره الطاقه التي تتبع لها الكهرباء، وبالتالي هم يعني هم بسياسه الهدر وجني الصفقات وعدم الاهتمام بالكهرباء هذا يعني وهي الأهم طبعا كما نعلم للإنتاج، هذا كله أدى إلى الوصول باللبنانيين وبلبنان إلى هذه النقطة، إلى نقطة الظلام. نعم. كما نعلم أستاذ فرانكو، قطاع الكهرباء كان يعد يعني قطاعا استثماريا في لبنان، هل المحاصصة الطائفية وحدها من تتحمل مسؤولية تراجع قطاع الكهرباء في العراق؟ تعتقد ذلك كما يحصل في العراق؟ في لبنان كما يحصل في العراق. نعم. نعم صحيح. سيد الكريم، هذا القطاع هو قطاع خدماتي. سياسة الدولة كما أسلفت، وطبعا الوزراء الذين أصبحوا أغنياء بفضل توليهم هذه الوزارة، وطبعا المحسوبيات التي كانت تعمل بها الدولة اللبنانية على في كل الوزارات، هو ما أوصل الكهرباء في لبنان إلى هذا الوضع. الوضع لا يتعلق فقط بالكهرباء، بل في كل الوزارات، ومنها طبعا وزارة الطاقة كما قلت. لم يعني هي منذ حوالي 20 سنة الوزراء المتعاقبين من نفس اللون الطائفي والسياسي، وهم بالتالي المسؤولون بالمرتبة الأولى بالدرجة الأولى أيضا عن هذا الوضع. الدولة ككل لا تحاسب، وهدر وسرقات وفساد الوزراء ليس هناك من يحاسب، وبالتالي يتصرفون كما يحلو لهم، والسرقة يعني تقع بدون أن يخافوا من العقاب. أستاذ فرانكو، لكن هناك اتفاق إيصال الغاز المصري لمحطات توليد الكهرباء إلى لبنان، هل هناك معوقات جعلت هذه الاتفاقية تتأخر؟ يعني الاتفاقية قد حصلت، ولكن هي رهن موافقة الإدارة الأمريكية على هذه الاتفاقية، لأننا نعلم جميعا أن الغاز سوف يمر عبر الأراضي السورية، والأراضي السورية يعني لا نستطيع يعني تقع تحت قانون قيصر، وهو يعاقب اي كل من يتعاون او يدعم الدولة النظام السوري. نعم. وبالتالي هذا رهن بموافقة الإدارة الأمريكية، الكونغرس الأمريكي، او قرار من الرئيس الأمريكي نفسه. أستاذ فرانكو، وضع الاقتصاد طبعا يتشابه كثيرا مع وضع الكهرباء في لبنان، ارتفعت نسبة البطالة حتى قاربت ما يعني نحو 35% في لبنان، تعليقكم على هذه النسبة؟ سيدي، البلد يرزح تحت
أزمة اقتصادية، أزمة مالية، أزمة ديون، أزمة سيولة. السبب المباشر أيضا هو القرار الذي اتخذته الدولة اللبنانية منذ حوالي سنتين، وهو بالحجز على أموال المودعين اللبنانيين. يعني لا يستطيع أحد من الشعب اللبناني أن يسحب أكثر من 400 دولار من حسابه في المصرف. هذا الوضع يشبه بما حصل في دولة اليونان. 400 دولار في فترة زمنية اليوم أو الشهر؟ في الشهر. بالشهر. في الشهر. نعم. في فترة شهر. نعم. وبالتالي طبعا وليس 400 دولار، يعطونهم 200 دولار، و200 دولار يجب أن يشتروا بهم بضائع. وبالتالي يعني نستطيع الكون أنها تسمح للمودعين بسحب فقط 200 دولار في الشهر. يعني هذا يجعل البلد يرزح تحت كارثة عدم وجود سيولة، حتى أن أصحاب الملايين الذين كان يعمل لديهم العشرات من الخدم والموظفين والسائقين أصبحوا اليوم لا يملكون شيء، وبالتالي قد تم صرف كثير من الموظفين والعمال. وهذا يعني هذا مثل صغير على ما حل بالبلد بعد هذا القرار الفظيع الذي فرضته الدولة اللبنانية. وطبعا مرد هذا القرار هي أن السلطة اللبنانية، أركان السلطة قد هربوا أموالهم إلى الخارج، أموال الفساد. وهناك يعني عفوا هناك قضايا فساد في عدة دول أوروبية، ومنها سويسرا ضد حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامي، وهو شريك مباشر للسلطة اللبنانية في هذا الملعب وفي الفساد، وإلا لم تكن لتكون هناك قضايا ضده في أوروبا وفي سويسرا، حيث أنهم في سويسرا يعني قد حجزوا على أموال على عقارات للسيد سلامة بما يقارب من 170 مليون دولار. وبالتالي هذا دليل واضح على أن الدولة اللبنانية، أركان السلطة قد هربت كل أموالها إلى خارج البلد، وحجزوا على أموال الشعب اللبناني في البنوك ومنعوهم من التصرف بها. طيب أستاذ فرانكو، تقرير لمعهد غالوب الدولي لعامي 21 و22 يقول بأنه لبنان احتل المرتبة الأولى في مؤشر أكثر الشعوب غضبا. هل سيتحرك الشارع في ظل الأزمات التي طالت الكبير والصغير في لبنان؟ يعني بعد خبرتنا للأسف بما رأينا من الشعب اللبناني، وحيث أنه منقسم طائفيا بسبب أن هناك كثيرين يتبعون لحزب الله الذي هو ممول من إيران، وبالتالي يتبعون لإيران. نعم. هم من يقفون عاقبة ضد تحرك الشعب اللبناني وضد الثورة وضد يعني ضد كل شيء ممكن أن يقلب الطاولة على هذا النظام الفاسد. هذا النظام الفاسد سيد الكريم محمي من ميليشيا حزب الله، وبالتالي حتى لو قام الشعب ضد هذه السلطة لن يستطيع القيام بشيء، لأن بعض المظاهرات التي كانت تخرج للأسف طبعا كان يخرج بعض الشبان، ليس بعض الشبان بل من بيئة حزب الله. نعم. ويرددون شعارات طائفية رغم أن الثورة كانت من كل الطوائف ومن كل المذاهب والأديان، ولكن هناك جزء من طائفة معينة تقف ضد الثورة وضد تحرك الشعب، وبالتالي لن يستطيع هذا الشعب التخلص من السلطة الفاسدة طالما بقي حزب الله موجود بقوته وسلاحه ومعاربة على الدولة اللبنانية. عبر سكاي من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.